اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره الاخيره كابتن ناصر عباس. هنتكلم عن طاقم التحكيم واهم الحالات التحكيميه لهذه المباراه. ازيك كابتن ناصر؟ اعتقد ان طاقم التحكيم النهارده كابتن احمد الغندور وكابتن احمد حسام طه وكابتن محمد عبد المجيد وكابتن عاطف حسين كان حكم رابع. مش اعتقد، قول لي ايه رايك فيهم؟ طبعا بدايه طبعا بشكرك كابتن اسلام وبشكر كل ساده الدين. لو هنرجع كابتن اسلام، احنا في البدايه قلنا كلام هنذكر بيه. اتفضل. قلت لحضرتك النهارده هذه مباراه صعبه، وقلنا التحكيم يجب ان يكون يقظ، وقلنا التحكيم يجب ان يكون هناك تعاون ما بين الحكام والحكام المساعدين. مظبوط. هذه الامور احنا قلناها لان المباراه لا تتحمل اخطاء تحكيميه، مباراه محتاجه جهد من طاقم التحكيم. هنشوف من خلال الحالات التحكيميه هنلاقي اختلاف كبير جدا في معايير احتساب المخالفات يا كابتن اسلام، ودي مشكله التحكيم. احنا قلنا دايما التحكيم لابد ان يكون المعايير واضحه وواحده على كل المخالفات. تمام. نروح للدقيقه 48 تقريبا، في صافره على مخالفه، شوف هل في مخالفه ولا ما فيش. هنا قفشه. تمام. بيطلع الراجل طالع اهو، شوف هنا بيحاول يلعب كابتن اسلام. دي الفاول على المقاولين. الفاول هنا فين؟ يعني فين الفاول؟ دي اول حاجه احنا قلنا قرار. أيوه. حتى على قدر المستطاع خلي اللعب يتواصل او خلي اللعب يستمر، مفيش مخالفه، ولكن هنا تم احتساب المخالفه طبعا بقرار غير صحيح من الحكم. تاني بنقول هنا في منافسه على لعب الكره، وبالتالي هنا كان قفشه كان عنده فرصه لعب الكره يعني. ولم يرتكب اي مخالفه، وهنا القرار بي يعني لو انا احسب المخالفه كابتن اسلام هنا هحسب على المخالفه المقولين ان هو حاجز هنا لاعب ومنعه من ان هو يوصل للكره اللي هي مفترض ان هو يلعبها. تمام. دي اول قرار عندنا، قرار خاطئ من الحكم في هذه الحاله. شوف عندنا في الدقيقه 14 20 دايما بنرجع لحاجه مهمه جدا، والحكم المساعد اليقظ اعتقد من ابرز الحكام اللي موجودين في طاقم التحكيم هذا الحكم احمد حسام طه. ايوه. هنا بنقول التعاون النموذجي بين الحكم والحكم المساعد. نشوف هنا تكنيك تاني، تكنيك هنا بيدي بالاشاره بالايد الشمال والمخالفه صحيحه بالتعاون من الحكم احمد حسام طه. هنا بنشوف تاني، هنا الحكم قريب والحكم المساعد قريب، ولكن هو اللي ادى القرار هنا الحكم المساعد احمد حسام طه، بحييه وماشي بخطى ثابته في هذه الامور. حالة من الحالات الصعبة والجدلية، نشوف الأول تمركز الحكم. خلينا نروح هنا هدف، هنا الهدف أنا هدف سليم، يعني إن كان هناك في خطأ عشان بس نوضح للناس، هنا هدف سليم، هنا هدف سليم. إن يسبقه مخالفة أو مش مخالفة ده كلام ممكن نتكلم فيه كده سليم، ولكن هنا الهدف هنا في حاجة، هنا هدف لما سجل هنا هدف سجل سليم. ولكن نرجع هنا بقى بالمخالفه، تمركز الحكم هنا كان بعيد شويه. هشوف هنا كابتن هنا في مخالفه على مين في الاول؟ هنا المخالفه هنا لا واحده واحده هستحوذ على الكوره. بص يا كابتن، انا هنا رحت الكورتي، خلينا نتكلم كلام الواضح عشان الناس تبقى يعني احنا كلامنا يبقى مقنع للكل. اجايه راح لكورته وهو سابق هنا وعنده استحواذ على الكوره وبيلف بالكوره. شوف هنا الركبه نرجع كده بالركبه من تحت والايد الشمال من لاعب المقاولين العرب. شوف هنا المخالفة تمت الأول على لاعب المول العربي كابتن، هنمشي هنا في الركبة. مجدي من فضلك لو سمحت هات لي الركبة الأول اللي هي عشان بس نوضح للناس إنه كان هناك في مخالفة لصالح لاعب النادي الأهلي. أجي هرجع شوية مجدي كده بعد إذنك. هو هنا إدى هنا استمرار للعب. هنمشي كابتن إسلام، أنا هوصل بس لآخر اللعب. هنا المخالفة موجودة بالركبة وباليد. نمشي يا مجدي، خلاص نمشي. نشوف الإيد يا كابتن من فوق بقى هيحصل إيه. هنا الايد هنا في دفع. تمام. للاعب. انا هنا هو كابتن رجليه ما بين خلاص خلينا نتكلم، هنا في مخالفه ولا مفيش مخالفه يا كابتن؟ على مين؟ على لاعب المقاولين. على امين عابد لاعب المقاولين طبعا 100%. هنا كان المفروض الحكم يطلق صافرته باحتساب المخالفه. ما هو ساب الكوره خلاص عشان شايف ان في ادفانتج. لا مش ادفانتج كابتن، اللاعب هنا واقع. ادفانتج فين؟ مفيش ادفانتج. ما هو جه احمد الشيخ جابها جول. ما علينا، خلينا نقول هنا عشان بس ما نوقفش كتير كابتن، هناك مخالفه للاعب المقاولون على لاعب مكون في الاول. بعد كده حصل نتيجة الوقوع، هنا حصل فيه عرقلة من اللاعب. لا انا شايف عرقلة كابتن، هتهالي خلينا بس كابتن اسلام هقول لك من الاول. هنيجي للعبة يا كابتن مجدي من الاول خالص.
هاتهالي كده من الاول. لا اللي هي هنا. بص يا كابتن ستوب، انا دلوقتي هو وقعني اوكي ورجله ما بين رجلي اوكي اوكي انا هعمل ايه؟ اوكي هنا اشيل رجلي يعني ولا اعمل ايه؟ هو هنا المخالفه هنا عندهم قصد يا كابتن، انا بتكلم ايه؟ هنا اللاعب وقع نتيجه السقوط في المخالفه الاولانيه، ولكن المخالفه الثانيه يا كابتن اسلام هنا شايف ان رجل هنا اجيه وهو بيسقط، هنا الرجل جت في رجل لاعب المقاولين، وكان يجب زي ما قلت خالص من الاول لعبه مركبه، عشان كده قلت ايه ان الحكم كان النهارده كان ياخد القرار اللي هو الافضل بحساب المخالفه. معلش يا كابتن، واحده واحده مع بعض معاك، لما بيبقى معك في حاجه ما فيش مشكله بالزبط. لكن انا بتكلم في دلوقتي واحد بيلف وبيوقعني، انا وقعت ووشي الناحيه الثانيه، انا بصص الناحيه الثانيه ممتاز ممتاز بعيد عن يعني انا مش شايف اللاعب، انا معاك والله كابتن، ورجله ما بين رجلي، انا المفروض اعمل اشيل رجلي يعني ولا اعمل ايه هنا؟ حتى كمان حتى لو انت كابتن اسلم مش شرط انك انت ترتكب المخالفه وانت باصص للاعب او مواجه اللاعب كابتن اسلام، ممكن ارتكب المخالفه باهمال بدون ما اشعر وبدون ما اواجه اللاعب، ولكن زي ما قلت هنا انا شايف ان في مخالفتين قبل تسجيل هذا الهدف، وهنا يجب على الحكم كان على الاقل احتساب المخالفه الاولى. انا مختلف معاك جدا في الموضوع ده، يمكن انا شايف ان في فاول على اجاييه. احنا اتفقنا من اول خالص ان في فاول لصالح اجاييه كابتن اسلام. لصالح اجاييه، لصالح اجاييه من اول خالص، عشان كده انا قلت لكن ايه، لكن مفيش فاول على اجاييه. لا في اللعبه الثانيه كابتن اسلام انا شايف ان في حجب الرجل او حجز الرجل هنا من اللاعب، وبالتالي هنا عموما هذا الهدف كابتن ابو علمونا قالوا لنا نعملها ازاي دي، يعني وانا واقع اشيل رجلي اشيل نفسي حتى كابتن اسلام. بص انا ممكن ارتكب مخالفه بدون ما اكون انا مواجه للاعب او بدون ما اكون انا مشترك في، انا في حاله زي دي واحد عمل عليا فاول انا اعمل ايه؟ بيبقى خطا بنسميه خطا باهمال. خطا ايه؟ باهمال، باهمال وليس بتهور. انا واقع ووشي الناحيه الثانيه. ماشي انت وقعت وانت بتقع حصل هو إيه؟ مين اللي وقعني؟ حصل احتكاك. ما احنا قلنا الاول في فاول يا كابتن اسلام، ما اختلفناش، احنا قلنا في الاول في فاول، دي ما فيش فيها كلام. خلينا نمر لان هذه اللعبه احنا الحمد لله احنا بنقول ايه ان هذا هذه المباراه ان الاهلي فاز فوز مستحق بهدفين مقابل لا شيء، واحنا بنقول ان الاخطاء التحكيميه وارده ولكن لم تؤثر في نتيجه. انا مش شايفها خطا تحكيمي الحقيقه اطلاقا، بالعكس هي لصالح النادي الاهلي، هي فاول لصالح النادي الاهلي من الاول. صالح احنا ما انا ما قلت للكابتن اسلام، انا وضحت عشان ما نرجعش تاني ونقول فاول لصالح النادي الاهلي من الاول خالص، ولكن بعد كده حصلت المخالفه. تمام، خلينا نروح ل الدقيقه 22 40 مخالفه للمشاهده، حاله من الحالات المهمه جدا جدا زي ما قلنا اختلاف المعايير في احتساب المخالفات والبطاقات يا كابتن اسلام. احنا قلنا يجب ان تكون العقوبات الانضباطيه بمعيار واحد، بمعيار واحد. هنشوف هنا هذه المخالفه تم ارتكابها هل باهمال او بتهور او باستخدام قوه زايده. نشوف هنا في البدايه لاعبنا الاهلي هنا بيلعب الكره، تمام؟ واضحه واضحه جدا جدا ان هي اللاعب، شوف اللاعب المقاولين العرب داخل بتهور والتهور واضح جدا هنا يا كابتن، هنا التهور هنا واضح وكان يجب هنا اشهار البطاقه الصفراء للاعب المقاولين رقم 29، ولكن الحكم احتساب المخالفه بدون اشهار البطاقه الصفراء. يلا ده بعد كده حاله من الحالات المهمه جدا جدا. ايوه اللي هنقف عندها سنه، تسمح لي كابتن اسلام بس نوضح. لا اتفضل يا كابتن اتفضل، لان هنا في حاجه مهمه، هنا في هجمه للنادي الاهلي. بص ستوب ستوب، دي هجمه خلاص احنا هنا اللعبه مشيت تمام. ما فهمتش هم لعيبه المقاولين بيتكلموا على ايه. هو هنا في اعتراض من محمد سالم، اوكي يستحق البطاقه كابتن اسلام والنبي الله يخليك معايا، لان دي في التعديل في القانون تعديل 2019. هنا في هجمه لمين يا كابتن اسلام؟ للاهلي. كويس، عندنا في القانون حاجه مهمه جدا، قال لك لو اللاعب لعب بسرعه وعنده فرصه هجوم واعد سيبه، سيب اللاعب يستمر ويتواصل وارجع ادي ايه؟ الفاول بعدين، ادي البطاقه، وادي البطاقه، ادي البطاقه، لان البطاقه مش هتروح مني. هنا حصل ايه؟ توقيف للعب ثم راح لمحمد سالم واشهر البطاقه الصفراء. هو استحق البطاقه نتيجه الاعتراض، ولكن كان يجب على الحكم الاشاره باستمرار اللعب ويخلي الهجوم يتواصل للنادي الاهلي يعود يحتسب يشهر البطاقه. تمام، نروح ل حاجه مهمه جدا. اتكلمت مع حضرتك كابتن اسلام على الكوميونيكيشن سيستم. السؤال هنا من فضلك لو سمحت، احنا قلنا يا حكام عم عندك وسيله اتصال المفروض تستخدمها. ايوه، هنا هنلاحظ ان المساعد رقم واحد اشار على التسلل. تمام مجدي، بعد اذنك رجع لي كده، هات لي من اول الحكم المساعد رقم اثنين اشار على التسلل لكابتن اسلام. هنا هنا ستوب، هنا كابتن اسلام هنا في تسلل. ايوه، اشار عليه الحكم المساعد. شوف قد ايه اللعب مشي ثم الحكم اطلق صافرته. هنمشي باللعبه كابتن مجدي، نمشي بعد كده نمشي خالص عادي
عادي خلاص نمشي، الحكم مشي، اللاعب مشي مشي مشي. فين يا كابتن الصفاره هنا؟ تاخر شويه في الصفاره. طب فين الكوميونيكيشن سيستم؟ فين السماعات؟ مش عارف. ما ده السؤال يا كابتن اسلام، ما انت انت بتستخدم السماعات من فضلك لو مش شغاله ما تلبسهاش. منظره يمكن. من فضلك ما تلبسهاش. شيك عليها قبل الماتش، من فضلك ما تلبسهاش. نروح للحاله الثانيه في الدقيقه 40. شوف تاني المخالفه تاني هنا كابتن. تاني. فين المخالفه؟ مش عارف. انا طالع، مين اللي حاجز مين يا كابتن؟ خالد او كريم مصطفى هو اللي حاجز مين؟ عمرو السولية. مين؟ عمرو السولية طالع بدماغه بيلعب لكورته، نفس المخالفه اللي احتسبت في الشوط الاولاني هي نفس المخالفه احتسبت على النادي الاهلي، وانا شايف ان هنا كان الافضل ان هو يستمر اللعب. نروح للدقيقه 44 50 وحاله من الحالات المهمه جدا، وازاي يا حكم تفرق ما بين، طبعا التسلل طبعا هنا عم ساعد رقم واحد احمد حسام، زي ما قلت ما زلت اقول ان هو افضل من في طاقم التحكيم هذه المباراه. نشوف تسلل هنا، راجل راجع من تسلل كابتن اسلام، وهنا اخر واحد اهوت بيستلم، لحظه الاستلام هنمشي ونشوف تسلل واضح، واضح راجع تمام. من الخلف اللي بعد كده، اللي بعد كده مخالف لم تحتسب، تمام، مخالف لم تحتسب، مخالفيه المعرض. انا بس عاوز اعرف يعني انت النهارده في التلت الدفاعي للمدافع، انت حضرتك بتدي تحت فرصه ليه؟ تاني هنشوف هنا، هنا بص يا كابتن، انا بطلع العب اللاعب هنا عمل انطره زي ما بنقول او حجزني عن اللعب، الافضل ان انا احسب المخالفه هنا ولا اخلي اللعب يتواصل يا كابتن؟ هنا بقول مفيش اتاحه فرصه في التلت الدفاعي، من فضلك خلي اللعب يقف وتدي البطاقه. تمام. بعد كده في حاجه بعد كده؟ عندنا حاله مهمه جدا كابتن اسلام، بنتكلم في الحاله اللي جايه دي. دايما بنقول لحكامنا التحايل، والتحايل ليه معايير احتساب المخالفه، لم تكن هناك المخالفه واضحه جدا في التحايل الافضل انك انت تخلي لها. هنا في احتكاك بدني عادي ولا في مخالفه، ولكن هنا السقوط نتيجه الاحتكاك كابتن اسلام، خلينا نقول انها نتيجه احتكاك، يعني اللاعب هنا ما صنعش التحايل او ما عملش التحايل. تقصد ان هو ما هنا ما عملش كان التحايل، يجب استمرار اللعب، وهنا الاشهار البطاقه اعتقد ان هي مش في محلها. كابتن احمد من فضلك، انت حكم كبير، لابد انك انت تراعي دايما التحايل، بيبقى اللاعب بيعمل التحايل بنسبه 100%. نروح كم من 10 بقى؟ لسه هو في 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 حالتين، معلش تسمح لي، يعني هو المباراه فيها حاجات كتيره جدا. عندي الحاله الثانيه لو في امكانيه هات لنا الحاله يا جماعه، هاتوا لنا الحاله يا جماعه. الدقيقه 73 او هات لنا الدقيقه 66 ركله حره اتحسبت على النادي الاهلي. هنا كابتن في هنا المخالفه هنا واضحه، تعطيل الهجوم تمام، اللي بعد كده انذار واضح بعد كده، والانذار هنا انذار مستحق. الكابتن احمد هنا حسب اندايركت على مين؟ ده السؤال. على الكره لم تستغرق يعني جزء من الثانيه، يعني هنا انا مش شايف ان هنا ان هو في ما بين رجله يعني ما بين رجليه. نشوف اللعبه كده مجدي هاتها لي، دي مخالفه مهمه جدا. هنا بنقول هنا حتى اللاعب هنا ما استغرقتش حتى جزء. انا شايف ان هنا مخالفه غير صحيحه، غير صحيحه، لم يعني كان يجب ان هي تستمر اللعب. اخر حاجه انا بتكلم بس في الطرد، ودي نصيحه للاعيبتنا، هنا انا شايف ان هنا اللعب يستمر عادي، تمام، هنا اللعب يستمر عادي. هو هنا حصل ادى الانذار لكابتن اسلام عشان الشوطه دي، عشان الشوطه اللي بعد اللعب. فنصيحه للاعيبتنا مهمه جدا، هدوا نفسكم ان احنا انت لاعب كسبان 1-0، لابد انك انت تحافظ. خلينا نتكلم لعيبتنا كلها، حتى المنتخب النادي الاهلي النهارده كسبان 1-0، كسب وفوز مستحق، ولكن ما تخسرش انذار بسبب اعتراض ملوش اي كده. تمام، كم من 10 للطاقم؟ اعتقد النهارده هو اخطاء لم تؤثر، النادي الاهلي فاز فوز مستحق، ولكن هناك بعض الاخطاء التحكيميه، اختلاف المعايير، اعتقد بدي 7.8، 7.7 للحكم، الحكم رقم واحد بدي امتياز 9 وياخد 9، مساعد رقم 2
التسعة، والحكم الرابع طبعا اعتقد ان الامور كانت هاديه، ما كانش فيه اختلاف عليه في خارج الملعب. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. الله يخليك كابتن اسلام، بشكرك حضرتك وبشكرك على يعني انك انت استحملتني. لا دايما دايما يا كابتن مع بعض. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. 3 نقاط بيضيفها النادي الاهلي لرصيده ليواصل تصدره على قمه الدوري العام المصري في اسبوعه ال14 بعدما لعب النادي الاهلي ال12 مباراة، وصل للنقطه 36، 35 هدف وهدفين فقط اهتزت بهم شباك النادي الاهلي. كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي في مباراته الافريقيه القادمه امام النجم الساحلي، ان شاء الله هتكون يوم الاحد القادم، وكالعاده دايما هنبقى مع حضراتكم دائما قبل المباراه، ولكن بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله هلتقي مع حضراتكم يوم الاربعاء في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من ملعب الاهلي.